ثانيه ثالثه، بنتكلم عن درجه وطبعا هنا بتحدث عن الجماعات الهشه. وهنا لازم من جديد بقى نذكر ايه الفرق بين التعاطي والادمان. التعاطي هو كل من سمح لنفسه ان يتعاطى عقار معين دون اذن الطبيب. يبقى اذن هنا حتى اساءه استخدام ما حدش بيستخدمها دلوقتي حاليا، هي تعاطي. واحد تعاطى بالمناسبه لما بيداوم بحيث انه يبقى نمط، ولما يبقى من مداومته وظيفه معينه يبقى بيتكلم عن ادمان. المساله بقى لما نتكلم عن الوقايه من الدرجه الاولى هتكلم عن اعلام، اسره، مدرسه. طبعا عايز اقول واشير الى ما اشار اليه سياده الوزير بان التوعيه، ترشيد كلمات احيانا قد تبدو رخيصه، لان بقول لك ادي توعيه. توعيه ايه يعني؟ اي نوع من التوعيه؟ لكن لما يتكلم عن سياق اسره على سبيل المثال واقول انه العرض الاساسي في الاسره التي يزيد فيها احتمالات الادمان ان يكون الابن امن اكثر مما يجب، يعني معناها غير شاعر بالمسؤوليه، يعني معناها تهون عليه، يهون عليه نفسه وتهون عليه مقدرات حياته. الوقايه من الدرجه الثانيه هي امتداد الوقايه من الدرجه الاولى، وبعدين الوقايه من الدرجه الثالثه اللي هم الاطباء بقى هيدخلوا بقى سكه مصحات الادمان، يدخلوا او يروحوا العيادات. بس انا عايز افهم وعايز اذكر كمان انه في هذه المستويات الثلاثه لابد فريق العلاج يكون ممثل. هتقول طب حتى الوقايه من الدرجه الاولى؟ اقول لك نعم، هناك من هو هش لانه عنده على سبيل المثال اضطراب نفسي معين، فربما يتدخل الطبيب النفسي. وانا هنا زي ما انا بفسح الساحه للطبيب النفسي ان يتدخل، ايضا في بعض الاحيان اقول عليه انه يترك مساحه لاهل التخصص الاخر انه ايه يلعب دوره. في الوقايه من الدرجه الاولى ربما وزن الاخصاء النفسي والاخصاء الاجتماعي ومش عارف ودعاه المساجد و الى اخره يبقى لهم رول. وانا هنا احيي وبكل اعزاز وتقدير الخطوه الرائده اللي خططها وزاره الصحه في وجود ما نسميه طبيب العائله. هو اللي بيلقط لي الحالات الهشه وبيجيبها لي وبعد كده يحولها. لانه هذه المساله صعبه، جيبهم ازاي؟ يجي بعد كده الى اسلوب الحياه، وبالتالي هو ده اللي بيشكل المساله. بس انا عايز اقول اسلوب الحياه بالنسبه للمتعاطي ليس معناها هو من اخذ قرارا ليدمر نفسه وما بياخدش هذا القرار، هو غصب عنه في وضع الظروف وتحت المشكلات المتعدده بيبقى اتجه الى طريق هو لا يعرف كيف يعود، ودي مهمتنا الاساسيه. انا هتوقف عشان نقيم فيه مداخله. شكرا جزيلا. دكتوره فيفيان، ممكن تضيف لنا يمكن ضوء اكثر على دور الاعلام في مواجهه ظاهره الادمان؟ اتفضلي يا دكتوره. هو في الحقيقه بتعتبر وسائل الاعلام احد الوسائل الرئيسيه اللي بتسهم في تشكيل سلوكيات الافراد. ولكن احيانا يمكن الكلام اللي اشار اليه الدكتور محمود عوده واثير في القاعه الخاص بالقدره الشرائيه وانماط التعاطي بيثير نقطه هامه من زاويه ما يمكن ان نسميه باقتصاديات الادمان، بمعنى على الاقل ممكن نتكلم مش مدمن بيتقدم لمصحه الادمان طواعيه. هنا وفي امريكا وفي انجلترا بيبقى تحت ضغط ازمه معينه. مجرد السعر يزيد ممكن الطلب على هذه السلعه يقل او العكس. لكن في حاله الطلب على السلع غير المشروعه بنلاقي في عامل هو الاساسي، ده مش معناه ان السعر ملوش اي اهميه، لكن العامل الاساسي اللي بيخلي المدمن يطلب هذه السلعه هو المخدر المتراكم بداخل جسم المدمن. المخزون المتراكم من هذا المخدر هو اللي بيخليه يطلب دايما طلب حالي لهذه السلعه. منفعته مع كل استهلاك حالي بيزوده، بيزود معاه المخزون المتراكم، بيقل معاه المنفعة اللي بيحصل عليها من نفس كمية المخدر اللي بيحصل عليها في الحاضر. وده برضو بيخلينا سلسلة التعاطي مستمرة. وده اللي الدكتور عادل صادق قال ان هو في بقى جزء بيولوجي عنده، بقت حاجة من جواه بيفضل يستمر يطلب هذه السلعة. ده كان الاساس في معنى كلمه الطلب على السلع غير المشروع. نوع الماده المتعاطاه لو كانت هذه الماده قويه مثلا زي الهيروين، معناها ان المخدر في جسم المخزون اللي في جسم المدمن بيكون شديد،
وبالتالي هلاقي استجابته للساعة بتكون ضئيلة. يعني لان كان زمان في الاول كان في اعتقاد سائد ان كل السلع الإدمانية الاستجابة بتاعتها صفر منعدمة، يعني مهما ارتفع سعرها فهي سلعة ضرورية بالنسبة للمدمن وبالتالي هيفضل يستهلكها وهيفضل يطلبها. لكن مع البحث وجد ان الاستجابة مش بس صفر، لا ده الاستجابة في مدى واسع، ممكن تبقى قليلة وممكن تبقى منعدمة. المحدد الثاني هو الفترة اللي بيقع فيها المدمن، يا ترى هو في بدء الإدمان ولا وصل لحالة الاعتياد. لو هو في فترة بداية الإدمان هلاقي الاستجابة بتاعته ممكن تكون كبيرة، يعني لو السعر ارتفع او استخدمنا من ناحية العرض ان احنا حذرنا المعروض من هذه السلعة وزاد سعرها، ممكن بعض الناس تتجه الى التقليل من وتقليص الطلب على هذه السلعة. لكن في فترة الاعتياد لا، مش ممكن، هنلاقي يعني استجابته بقت ضعيفة جدا لان جسمه محتاج هذا المخدر. من المحددات برضو مش نوع المادة المتعاطاة بس ولا نوع الشخصية، وانما نوع الشخص المتعاطي نفسه. هل الشخص المتعاطي بيجري وراء اللذة والمتعة الزائفة زي ما حضرتك قلت في البداية انها تكون زائفة، ولا هو يعني هو يعني كده ومتناسي الضرر اللي ممكن ينتج منها ولا لا. النقطة الثالثة ان انا يا ترى اقدر اخفض او اقلص من الطلب ازاي، طبعا بالاضافة اللي هي عملية النشر الوعي الديني والصحي والثقافي وظروف العمل والبيئة المحيطة بالمدمنين. في نقطة اللي هي ان احنا بنخلص المعروض من هذه السلع. شكرا دكتورة علا حقدي. لكن الحقيقة يمكن ده كمان بينقلنا لبعد اخر اقتصادي. احنا بنتكلم على على مصر اللي بتسعى لانها ترفع معدلات الادخار والاستثمار عشان نقدر نوفر فرص عمل، عشان نقدر نوفر للشباب فرص العمل ومزيد من الاحساس بالانجاز والنجاح والى اخره. مثل هذا الوضع من المؤكد بيبقى اي دفع لمدخرات الامه لشراء المخدرات هو جريمه ضد الوطن وضد كل ابنائه. الامر الاخر ايضا من منظور الحقيقه الاقتصادي ان البشر هم عماد التنميه، وهؤلاء البشر اذا كانت المخدرات بتدمرهم فهي بتدمر الاساس اي تنميه اقتصاديه ممكن تحصل في الوطن. يمكن ده الحقيقه بينقلنا الاستاذ الدكتور وليد، ازاي ممكن في تصورك الارتقاء بنوعيه التعليم بالمناخ المدرسي بالمؤسسه التعليميه باعتبارها مؤسسه تربويه بالدرجه الاولى ممكن تكون عامل هام جدا في مواجهه هذه الظاهره؟ ان ممكن يكون للمدرسه دور ايجابي واضح على الاقل في الوقايه من المشكله. اول حاجه ممكن يكون في دور للكشف المبكر. احنا في المركز الامتحانات بنقترح مشروع تقويم قايم على ان لكل تلميذ يكون له سجل تراكمي ترصد فيه جميع درجاته في الاختبارات اللي بيتعرض لها سواء اسبوعية او شهرية، اختبارات في الشخصية في مهاراته. جدا. ما هو العلاج؟ احنا بنحس ان احنا في وزارة الصحة في موضوع العلاج ما زلنا بندرك ان احنا مقصرين في هذا الموضوع. وعاوز اقول ليه مقصرين؟ لان احنا ما اهتمناش بالصحة النفسية وبالادمان في خلال الأعوام اللي مضت، كان عندنا أولويات تانية أكتر. إن إحنا ابتدينا في هذا الأولوية، ولا شك إن إحنا في خلال الفترة اللي فاتت دي رئيس الوزراء رصد مبالغ جيدة لإصلاح مستشفى العباسية والخنكة والمستشفيات دي. طبعاً ده هيتم على مراحل، لكن في حتة هامة جداً إحنا حاسين بها في الوقت الحالي، وهو أن مراكز الإدمان يجب أن تكون شبكة مترابطة، واحنا دلوقتي بنشجع المحافظين ان يخشوا معنا في الموضوع، وبنشجع الجمعيات الاهلية ان تدخل معنا شريكة في الموضوع، لان احنا ما نقدرش نعمل ده كله لوحدنا. لكن الفكرة ايه؟ الفكرة احنا عاوزين مركز الادمان يكون اكثر من مركز علاجي للمدمنين، يكون هو المركز الذي يتولى تثقيف ويتولى ايضا اعداد برامج ويتولى تدريب ويتولى ينقذني عندما يقع في فريسة في أول مرة، يتولى أيضا علاج المدمنين، ويكون ملحق به تأهيل حقيقي، مش إعادة تأهيل، تأهيل حقيقي. لأن أنا بقول ده جزء هام جدا. وبرضه عاوز أقول للناس وأطمن الناس، إحنا بنشوف طبعا ناس بيتعالجوا من الإدمان وبنشوف نجاح الأساتذة في علاجهم، لكن إحنا ما عندناش كانت القوة
اللي نقدر أن نفرد شبكة للإدمان في جميع أنحاء مصر. أنا بقول التحرك اللي بيحدث حاليا بفرد هذه الشبكة، وإحنا شايفين دلوقتي في أسوان بيحصل مركز الإدمان، في المنوفية بيعمل مركز الإدمان، في أنا امبارح كنت بفتتح مركز هيتعمل للإدمان، بدأوا العيادة الخارجية وبيكملوه في اسكندرية، وده معمول بالجهود الذاتية. الحقيقة أنا بدعو كل من لهم اهتمامات في هذا أن يدخلوا معنا في هذا الموضوع. وإحنا بنقول الشبكة دي إحنا نقدر مش بس نغذيها بأن إحنا نقول بالعلاج واللي بنقدمه وكذا، ولكن نغذيها بالبرامج الناجحة التي تستطيع أن تشع وتربط كل الناس اللي موجودين في المجتمع في داخل المحافظات المختلفة، وده أمل إن شاء الله في الفترة القادمة. شكرا جزيلا سيادة الوزير. في ختام هذا الجزء الثاني من حلقة دائرة الحوار عن حماية الشباب من خطر الإدمان، حاولنا أن نقدم رؤية للمستقبل، أن نصوغ رؤى وأن نعرض لآراء مختلفة ومتكاملة لكيف يمكن أن نتصدى لهذه الظاهرة. تعرضنا لهذا من منظور طبي ومن منظور قانوني ومن منظور أمني، فضلا عن المنظور السياسي، كما تعرضنا له أيضا من منظور نفسي واجتماعي وتعليمي تربوي واقتصادي. تعرضنا لهذه الظاهرة وحاولنا أن نفهم البواعث المختلفة والدوافع المختلفة والظروف المختلفة التي تفسر التوجه إلى التعاطي، إلى تعاطي تلك المواد التي تدمر الفرد وتدمر الأسرة وتدمر المجتمع. تعرضنا لإساءة الاستخدام ولمختلف الجوانب المتصلة بهذه العملية. كي نقضي على هذه الظاهرة نتطلع أيضا بالاستناد إلى تشريع مستنير يتجه إلى نزعة علاجية، نزعة لإنقاذ المدمن من والمتعاطي من خطر التعاطي والإدمان، إلى استيعاب اجتماعي لهذا الفرد عبر آليات مختلفة. أولا عبر الوقاية ومحاولة منعه من التعاطي عبر التوعية والتثقيف وعبر أدوار مختلفة بتنمية مهاراته وخلق طموح له وتوفير الظروف التي تحقق الذات والتي تحقق الإنجاز والتي تحقق الطموح في إطار مجتمع يتطلع ويملك ويستحق أن يتطلع إلى الإنجاز في هذه الفترة الهامة من تاريخ العالم. أشرنا أيضا إلى نقاط تتصل بالعلاج وإلى تكامل العملية العلاجية بمكوناتها المختلفة النفسية والطبية والاجتماعية، وأشرنا أخيرا إلى التأهيل وإلى الجوانب المتصلة بسياسة الدولة والارتقاء بها وصياغة استراتيجية قومية. في إطار هذا كله نرجو أن تكون هذه المناقشات قد ساهمت في محاولة تقديم رؤية موضوعية اتسعت لرؤى مختلفة ولآراء مختلفة لهذه الظاهرة. في ختام هذا الجزء من حلقة دائرة الحوار أتوجه بالشكر للسيد الوزير الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة، السيد المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام، السيد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، كما أتوجه بالشكر لجميع ضيوفنا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة من دائرة الحوار.